اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك كريم عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هؤلاء عبادك قد أحسنوا الظن بعبدك الفقير إليك وطلبوا منه أن يدعو فيؤمنون، وإني أقر على الملأ أقر لك بأني لست بخيرهم ولا من أخيارهم، وأن ذنوبي كثيرة وأن عيوبي خطيرة، وإني مقر لك بتلك الجريرة. ولكن يا سيدي ويا مولاي، يا من وضعت في قلبي أنوار لا إله إلا الله، نسألك بأنوار هذه الكلمة أن تغسل قلوبنا وتطهرها وتذهب عنها أمراضها ورانها الذي قد حاط بها. اللهم تب علينا توبة نصوحا طهرنا بها جسما وقلبا وروحا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك وإمائك، ورناصي نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نشهد لك بالوحدانية، ونشهد لنبيك بالرسالة، ونقر بما كان منا من الإساءة ومن المعصية ومن الغفلة ومن الإعراض. وليس لنا رب غيرك فنلجأ إليه، وليس لنا مولا سواك فنقر بين يديه، نرفع إليك أكف الضراعة طالبين منك نظرة إلى قلوبنا. اللهم تب علينا توبة نصوحا طهرنا بها جسما وقلبا وروحا. إلهنا وسيدنا ومولانا، إن لك في كل ليلة من ليالي شهر رمضان عتقاء وطلقاء ونقذاء وأسراء وأجراء وأمناء من النار، فاجعلنا اللهم والحاضرين والمسلمين من عتقائك وطلقائك ونقذائك وأسرائك وأجرائك من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة بغير سابقة اختبار ولا امتحان. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما تحب. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة. اللهم إن لنا حاجات أنت أعلم بها، منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه، فنسألك يا قاضي الحاجات أن تقضي حاجاتنا. من كان مذنبا فاغفر ذنبه، ومن كان مسيئا فرده إلى الإحسان، ومن كان جائعا فأطعمه، ومن كان عاريا فاكسه، ومن كان مشردا فآوه، ومن كان ضالا فهده، ومن كان مسيئا فأحسن إليه وارزقه الإحسان. اللهم انظر إلى قلوبنا وإلى أهلينا وإلى ذرياتنا يا خير من نظر إلى عباده. اللهم وانظر إلى بلداننا نظرة من عندك تصلح بها في بلادنا أو بلاد المسلمين أو العالم الذي نعيش فيه ما فسد، وتطهر باطن الروح وطاهر الجسد. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك نظرة إلى بيت المقدس في هذه الليلة. اللهم إنه حرم مسرى نبيك ومحط أنبيائك ورسلك، فاحفظ المسجد الأقصى. اللهم احفظ المسجد الأقصى وارزقنا الشهادة في ساحته منتصرين مقبلين غير مولين يا رب العالمين. اللهم انظر إلى الأمة واكشف الغمة وادفع البلاء ظاهره وباطنه. اللهم عرفنا من أنوار الصلة بك ما تثبت به أقدامنا على الإحسان، يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم. واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحقائقها متحققين حسا ومعنى ظاهرا وباطنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وارزقنا جميعا الرضا منك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى سيدنا محمد صلاة تجمعنا به في الدنيا والآخرة، وتجعلنا من المحبوبين عنده ومن المجاورين له في الجنة، ومن الواردين الشاربين من حوضه ومن كفه الشريف، ومن المستظلين تحت لواء الحمد المجموعين به تحت ظل العرش وفي الفردوس الأعلى في جواره يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.